هذا الأمر أحبتي في الله للأسف شبه فقدناه اليوم. لذلك تكالبت الأعداء علينا وتكالبت الهموم علينا أيضا. الحل بسيط، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، سؤال: كيف تكون أو كيف تكسب أجر من يقوم الليل كاملا ويصوم الدهر لا يفطر؟ وكيف تكسب أجر المجاهد في سبيل الله؟ نحن نعلم أن المجاهد له أجر عظيم. هناك عمل سهل جدا أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. استمع معي أولا لهذا الحديث ثم نتذوق هذا الكنز النبوي الشريف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهر صلى الله عليه وسلم. معقول بمجرد أنك تسعى على إنسان مسكين أو يتيم أو أرملة، يعني بشكل عام مساعدة الناس؟ هذا الحديث طبعا يقول لنا من يسعى على خدمة الناس، على تيسير أمورهم، على تقديم مساعدة لمن يحتاجها، هذا الإنسان له أجر كالمجاهد في سبيل الله. إذن أنا ينبغي أن أغير نظرتي للعبادات. العبادات ليست مجرد صلاة وصيام أيها الأحبة. الصلاة لها أجر عظيم، الصيام له أجر عظيم، الجهاد له، ولكن هناك أعمال أجرها مثل أو قد يفوق. مساعدة الناس، أن تسعى تتحرك في خدمة الناس، يعني هذا الأمر أحبتي في الله للأسف شبه فقدناه اليوم. لذلك تكالبت الأعداء علينا وتكالبت الهموم علينا أيضا. الحل بسيط: أن تحب الخير للناس، أن تسعى في خدمة من يحتاج إليك، وبخاصة المسكين الضعيف الفقير، وبخاصة الأرملة المنكسرة أو اليتيم. يعني هذا الحديث صحيح يخص المساكين والأرامل، ولكن هو عام، كل من يحتاج إليك، كل من يحتاج لخدمة أنت تستطيع أن تؤديه لها له تؤدي هذه الخدمة له. فإذا سعيت في خدمته، في مساعدته، في قضاء حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن كان يعني من كان أحد في حاجته من المسلمين كان الله في حاجته. كأنك تؤدي خدمة لله. انظر معي إلى الآية الكريمة: من ذا الذي يقرض، من ليس الفقير وليس المحتاج، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طيب هل الله يحتاج لقرض وهو خالق الكون؟ لا يا أخي، ولكن الله عز وجل أراد أن يقول لك إنك بمساعدتك لأخيك المسلم. طبعا أحب الخير لكل الناس، قاعدة عامة، خير الناس أنفعهم للناس، ولكن طبعا المسلم له خصوصية باعتبار أنه يقول لا إله إلا الله، باعتبار أنه لا يظلم، لا يؤذي، لا يكذب. قد يكون هناك إنسان ملحد يطلب منك مساعدة ليشرب بها الخمر، ليظلم بها الناس، ليقتل بها مثلا، فأنت تكون قد أعنته على الشر. فهنا أحبتي في الله النبي يخصص هنا المسلم لكي تضمن أنه ينفق هذا المبلغ
في أمر فيه خير لا ينفقه على الشر مثلا، أو ينفقه على الإلحاد، على نشر الإلحاد ونشر الكفر والفسوق والفاحشة مثلا. فإذا أخي الحبيب، كل عمل خير تقوم به وكل مساعدة تقدمها يجب أن تتخيل نفسك، بل تستيقن وأنت تقدم هذه المساعدة أو تسعى على هذا الأمر، أنك لك درجة الصائم القائم المجاهد في سبيل الله. يعني عندما أذهب لقضاء حاجة إنسان، قد أتكلف مبلغا من المال، أنفق شيئا من وقتي، قد أتحمل بعض التعب والجهد والمشقة، يجب أن أعلم أن هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، تماما مثل الصائم والقائم. ما معنى الصائم قائم؟ يعني يصوم النهار ويقوم الليل. هذه أخلاق الأنبياء وصفات الأنبياء، أنت تصل إليها بمجرد مساعدتك للناس وحب الخير لهم. تصور للحظة أن المجتمع من حولك كله يطبق هذا الحديث. تصور أن المجتمع يطبق هذا الحديث، فالكل يحب الخير للكل. ما هي النتيجة؟ لن يبقى فقير، لن يبقى محتاج، لن يبقى مضطر. ستجد أن المجتمع تحول إلى مجموعة من المتحابين المتآخين، مجتمع صحي. لذلك أخي الحبيب، إياك أن تقول أنا لا علاقة لي بفلان، لماذا أساعد فلان، لماذا أسعى على فلان، ليذهب هو ويساعد نفسه، ليذهب شخص آخر. لا، ما دام جاءك إنسان وطلب منك هذه المساعدة، اسعى في هذا الطريق، لأن هذا هو نوع من الجهاد في سبيل الله، ونوع من قيام الليل وصيام النهار. ليس القيام فقط أن تصلي، وليس الصيام أن تصوم، وليس الجهاد أن تحمل السيف. لا، الجهاد الحقيقي اليوم في هذا العصر أن تسعى في خدمة الناس وحب الخير للناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.